القومي بتساعد في حل الأزمة في قطاع غزة، ولا ننسى أننا على أعتاب استحقاق ديمقراطي هو الأهم، هو الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. هو ده هيخدنا لمحور الخبر التالي، حيث قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي بأنه في ظل الظروف الحالية تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، ويتم توجيهها لخدمة القضية الفلسطينية. ودعا المستشار محمود فوزي جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة لتوجيه التبرعات الموجهة للحملة أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة. ونوه المستشار محمود فوزي لأنه هناك نشاطا عظيما ومنظما وسريعا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدا نصرة لإخواننا في فلسطين. دكتور بشير، لمحة إنسانية وموقف رائد وإنساني من قبل الحملة الرسمية للسيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بتوجيه كل أوجه التبرع لخدمة إخواننا ومساعدة إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين. كيف ترى هذا التصرف النبيل في هذا الوقت الدقيق؟ طبعا هي لمسة إنسانية رائعة، نتمنى أن تحذو حذوها أو يحذو حذوها باقي المرشحين الرئاسيين. إحنا عندنا مرشحين أيضا آخرين، فالحقيقة هي لفتة إنسانية وسياسية مهمة للغاية. أولا أن يكون الانتخابات تعقد في موعدها ولا تؤجل، لأنه في بعض الرؤساء في دول أخرى بيفكروا أنهم يأجلوا انتخابات بسبب أوضاع سواء في بلادهم أو في الإقليم اللي هم فيه. إحنا الانتخابات هتعقد في موعدها، وده أمر مهم للغاية أن إحنا بنحترم دورية إجراء الانتخابات، لأنه من بين مؤشرات الممارسة الديمقراطية أنه يكون في دورية للانتخابات، أن أنا ما أعملش انتخابات مرة والمرة اللي بعدها ألغيها وأقول مش لازم انتخابات المرة دي. لا، دورية الانتخابات أنها تعقد بانتظام سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية. الأمر الثاني أنه لا ترتبط مواعيد إجراء هذه الانتخابات بأي أزمات مهما كانت هذه الأزمات، وده شيء مهم للغاية. الأمر الثالث بقى، احنا عارفين الدعاية الانتخابية انه قانون الانتخابات بيحدد سقف معين، لكن بيحصل تجاوز لهذا السقف في الانفاق على الدعاية الانتخابية. ان احنا نوجه جزء من أموال هذه الدعاية الانتخابية لنصرة أشقائنا في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم، دي لفتة إنسانية كريمة ومهمة للغاية. والحقيقة احنا نستغل الفرصة يا أستاذة هند ونوجه دعوة للسادة المشاهدين الكرام، بغض النظر عن ما يدمي قلوبنا من غزة وأزمة غزة واللي بيحصل للفلسطينيين، انزل الانتخابات وشارك وقول رأيك. طبعا احنا هنا في البرنامج كالعادة لا ننحاز لأي مرشح، قرارك في التصويت قرار شخصي مستقل تماما. انزل وصوت لأي من المرشحين اللي موجودين على الساحة، أو عايز حتى تبطل صوتك ابطل صوتك، وإن كنت أنا لا أرجح هذا الأمر. طالما نزلت بقى صوت بجد، لكن حقك وده قرارك وأنت حر فيه بنسبة 100%. الدستور إداك هذا الحق، القانون إداك هذا الحق، فلا تفرط فيه. وبالمناسبة هي واجب وطني وهي شهادة، ولا تكتموا الشهادة، وبالتالي كل مواطن مطالب بأنه يمارس حق الدستور إداهوله. وبعدين من أبرز مؤشرات العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات نسبة المشاركة. مظبوط. فإحنا عايزين نوصل للعالم بالظبط، عايزين نوصل للعالم إن إحنا شعب مسيس، شعب مثقف، شعب يصنع قراره ويصنع مستقبله بيده. حضرتك انزل، لو مش عاجبك كل المرشحين دول انزل علم غلط على كل المرشحين دول، لكن يكون عندك بالظبط انك تنزل وتشارك بغض النظر لمن تعطي صوتك، ده قرارك وانت حر فيه. بكل تأكيد يا دكتور بشير، ونحن نعول كثيرا على أصوات الناخبين، لأن الناخب هو كلمة السر في أي عملية سياسية، وهو الهدف الأسمى لأي عملية سياسية. ومؤسسة حياة كريمة الحقيقة بنوجه ليها كل التحية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ونحن نتذكر يعني الحقيقة القافلة الأولى، أكبر قافلة كان فيها 108 قاطرة كانت موجودة في 14 أكتوبر، والقافلة الثانية انطلقت وحوالي 200 قاطرة طبعا من المساعدات الكثيرة. وهو ده الشعب المصري يعني المثابر، واللي دايما واقف في ظهر كل محتاج سواء داخل مصر أو خارج القطر المصري. أنا بشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والباحث السياسي دكتور بشير عبد الفتاح على كل هذه الإطلالة والقراءة التحليلية المليئة بالمعلومات كالمعتاد. شكرا جزيلا دكتور بشير. شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، وبختامي مع دكتور بشير عن التطوع. والحقيقة المصريين دائما ما يضربون نموذجا حسنا في كل المواقف والصعوبات المختلفة سواء داخل مصر وخارج مصر. هو ده هيكون محور حديثنا في الفقرة الدينية التالية، وقيمة